أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على قيد محمود عبد العزيز لاعب وسط سموحة والمنضم للفريق حديثا في قائمة الأبيض المحلية والأفريقية. كان الزمالك قد حصل على توقيع اللاعب لمدة 4 سنوات مقابل 14 مليون جنيه، وشارك محمود عبد العزيز مع سموحة في 20 مباراة بمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري.